بالقدوم الى الناطور، لان منتخب الريف عنده واحد لمكانة خاصة، عنده واحد وضع خاص على الحال. انتم كتعرفوا بان الامير محمد بن كريم الخطابي هو بطل ماشي وطني ولكن بطل دولي، اشعاعه عالمي. ثم كتعرفوا القصة ديال ياسر عرفات مع في الصين مع ماو تسي تونغ، باش قال لهم مشاو عندهم باش يتعلموا من الصينيين الفلسطينيين، باش يشوفوا يتعلم عندهم اليات ديال الحرب، التحرير والاستقلال والى اخره. قال لهم راه حنا هادشي راه تعلمنا من عندكم. الكلام الخطابي فين كاين ياك عندكم، راه من تما خدينا تقنيات واليات حرب التحرير، حرب العصابات، حرب التحرير ضد الاستعمار. وهناك جهات كثيرة في العالم اللي استفدت من هذه التجربة وخذت منها، يعني أن عندنا الحمد لله مع الأسف هذه الرموز الاهتمام بها ضعيف جدا، ضعيف جدا. لا الإعلام مهتم بها، ولا التاريخ الجغرافية عندنا اللي كندرسوا، ولا في الدراسات عندنا مهتم بها بالمكانة ديالها الحقيقية. وهذا يحتاج إلى تعديل، لأن التاريخ ديالنا راه فيه بزاف ديال المراحل اللي باقي مجهولة، أو على الأقل ما كنعرفوش المغاربة بما عندهم من رصيد. الرصيد ديالنا اللي نطلقنا منه راه يمكن نبنيو واحد المستقبل يعني كبير جدا، ولكن انت هذاك الرصيد النضالي والرصيد الإصلاحي والرصيد الجهادي اللي أسسوه كبار المجاهدين في هذا الوطن. ولا شك انه انا دائما كنقول، وخا هذه غير بين قوسين ربما نرجع عليها من بعد ديال الحكم الذاتي، انا دائما اقول بانه الا كان مناطق خاص تكون الحكم الذاتي من البدايه فيها، هي منطقتين، هي منطقه الصحراء ومنطقه الريف. لماذا؟ لان الريف اصلا عندها تقليد من خلال جمهوريه محمد عبد الكريم الخطابي، والتي كانت فعلا نوع من حكم ذاتي كان اسسه عبد الكريم الخطابي في هذه المنطقه، وبين به بانه المنطقه يمكن لها عن طريق امكانيتها الذاتيه اذا طبقت تستفيد من خيراتها وامكانياتها البشريه والماديه، يمكن لها تنمى وتكبر الحاجيات ديال ابناء المنطقه. ولكن مع الاسف منذ الاستقلال الى اليوم هناك نوع من العرقله لمشاريع التنميه، وحنا عارفين الجميع لا يوم يعرف بأن هناك كانت هناك إرادة لعرقلة التنمية في منطقة الريف، وكان هناك محاولة لتهريب إما الأموال وإما الاستثمارات وإما الإمكانات الكثيرة إلى مناطق أخرى اللي هي المغرب النافع، المغرب المنتفع. أنا كنعني المغرب النافع يعني اللي كينتج الخيرات، ولكن كاين المغرب المنتفع اللي هي كتهرب ليه هذيك الخيرات واللي هو كيستفد منها. وهذا المنطق يجب أن ينتهي، وممكن نقول بانه لا يزال جزء كبير من سياساتنا كتبني على هذا المنطق وكتاخذ منه التوجه، وباقي كيطبق الى الان، وانتم يعني ترون هذا.